يسرا، انا حابب اشكرك على كل حاجه، وانت كنت شخص بروفيشنال جدا، يعني خليتي الانفايرمنت اللي حوالينا كلها بروفيشنال، ودي حاجه ريحتني شخصيا. وحاجه تانية كنت عاجبني جدا فيك انك كنت شخص لوجيكال، ودي كانت حاجه انا بحبها في شخصيتك، وبالذات لما كنت بتقولي سيريسلي، ودي كانت حاجه فاني قوي كويسه. وكان عاجبني قوي لما كنت بتسيبينا نكريت الايدياز لوحدينا من نفسنا، ومع ان ممكن ساعات ما تكونش صح قوي، بس عشان نتعلم منها، دي كانت حاجة حلوة جدا. وكان بيريحنا ده، وبيعجبني أوي الفيدباك منك، كنت بستنى اسمعه منك لانه كان يعني بتعلم منه كتير. وفي الاخر حابب اشكرك على كل حاجة، واتمنى لك تكوني شخص ناجح جدا في حياتك، وبتغيري في اللي حواليكي.